بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة عن السؤال رقم 20 من اختبار الفيرست لنوفمبر 2016. السؤال بيقول لي simplify the expression x squared ناقص y squared over x squared زائد xy زائد y تربيع divided by x minus y all squared all divided by x cube minus y cube. يبقى انا عايز ابسط هذا التعبير، اكس تربيع ناقص واي تربيع على اكس تربيع زائد اكس واي زائد واي تربيع مقسومه على اكس ناقص واي تربيع على اكس تكعيب زائد ناقص واي تكعيب. مبدئيا انت عارف لما تكون عندك اي على بي مقسومه على سي على دي تستطيع تحويل الاسم الى ضرب، لكن لو حولت الاسم الى ضرب الرقم اللي انت قاسم عليه تقلبه، يعني تخلي المقام بسط والبسط مقام. يبقى a على b تقسيم c على d هي نفسها a على b ضرب d على c. وخلي بالك ايضا اللي هو فرق مكعبين، لما يكون عندك x تكعيب ناقص a تكعيب ازاي بنعمل لها فرق ما بين مكعبين؟ هنقول هنكتبها x ناقص a مضروبة في x تربيع زائد a x زائد a تربيع، ومجموع مكعبين برضو نفس الطريقة بتاعت فرق مكعبين، لكن الإشارة هنا بتبقى موجب في المجموع وتبقى هنا سالب في المجموع، لكن لما يكون فرق مكعبين الإشارة سالب وهنا إيه وهنا موجب، لكن نفس المعاملات ونفس القيم ونفس كل حاجة. طيب نبتدي. x تربيع ناقص y تربيع على x تربيع زائد x y زائد y تربيع. خلي بالك الاسم خليتها ايه، او الاسم خليتها ضرب، وطالما الاسم خليتها ضرب شايف المقام هخليه بسط والبسط هخليه مقام، يبقى بقت x تكعيب ناقص y تكعيب على x ناقص y الكل تربيع. x تربيع ناقص y تربيع ابدا بقى ابسط، ابدا اعمل simplify. x تربيع ناقص y تربيع هي عباره عن x ناقص y في x زائد y فرق مربعين، و x تكعيب ناقص y تكعيب دي اسمها فرق مكعبين. يبقى فرق مربعين x تربيع ناقص y تربيع تفك ازاي؟ x ناقص y x زائد y. فرق مكعبين تفك ازاي؟ x ناقص y برضو بس مضروبه في x تربيع y x زائد y تربيع. الكل مقسوم على x تربيع زائد x y زائد y تربيع، و x ناقص y الكل تربيع، x ناقص y الكل تربيع. اقدر افك التربيع ده، هيبقى مربع الاول مربع الثاني 2 في الثاني في الاول. طيب انا لقيت ان هنا في x ناقص y وهنا في x ناقص y. طب ال x ناقص y في ال x ناقص y دي مش هي اسمها x ناقص y تربيع؟ طب الترم اللي احنا فكيناه ده استعجلنا وفكيناه عادي خالص، لو انت استعجلت وفكيته رجعه تاني لاصله، مش هو x ناقص y تربيع هو نفسه x تربيع ناقص 2 x y زائد y تربيع؟ خلاص ارجع تاني رجعه لاصله. ليه رجعته لاصله؟ عشان لما لقيت x ناقص y في x ناقص y لقيتها x ناقص y تربيع، ده يتشال مع ده. وايضا الترم اللي هو x تربيع زائد y x زائد y تربيع ممكن اشيله مع x تربيع زائد y x زائد y تربيع، اللي هيتبقى فقط x زائد y. يا ترى الاختيار ده موجود فين؟ x زائد y، تشويس a غلط، تشويس b غلط، تشويس c هو اللي صح. يبقى الاختيار c هو الاختيار الصحيح. يبقى لو سمحت ما ننساش هذا القانون، ان a على b تقسيم c على d القسمة تحول ضرب، يبقى الرقم اللي موجود اصلا هنا ده c على d يحول الى d على c. ما ننساش مجموع المكعبين، فرق المكعبين، فرق المربعين. السلام عليكم ورحمة الله.